إلينا من عمان أحمد عزام، محلل أول الأسواق المالية في إكويتيز. أحمد، أهلا وسهلا بك معنا. في البداية، يعني تراجعات، عادة التراجعات مرة أخرى للأسواق المالية وأسهم التكنولوجيا، وإنفيديا بالأمس ينخفض بحوالي 5%. يعني هل تتوقع أن تستمر، أو يعني نقول أن الارتفاعات كانت تصحيح لهذه الموجة من الانخفاضات، وسنستمر خلال الفترة المقبلة في موجة جديدة؟ مساء الخير محمد، شكرا للاستضافة. على ما أعتقد بأن إمكانية تسجيل موجة قادمة هبوطية قد تكون واردة في الأسواق. بكل تأكيد عندما تمر الأسواق بمعنويات سلبية، مخاوف من احتمال الركود، مخاوف من أن تراجعات الاقتصاد، بما أن الاقتصاد هو مرآة وانعكاس أسواق الأسهم، فقد يضغط بشكل أكبر على موجة قادمة بالنسبة للأسهم لتسجيل انخفاضات متتالية في الفترة القادمة. دعني ألقي نظرة فنية فقط هنا محمد. بالنسبة لمؤشر ناسداك 17300 قد تكون هي مستويات مفصلية بالنسبة للناسداك لتسجيل مزيد من التراجعات فيما لو تم كسرها في جلسة اليوم أو الغد، خاصة بأن اليوم قد ننظر إلى طلبات إعانة البطالة، والأسواق تحتاج أي مؤشر سلبي على أسواق العمل. تباطؤ أسواق العمل قد يعني إمكانية التشاؤم بشكل أكبر في تحركات أسواق العمل في الفترة القادمة. قراءات قد تكون لو جاءت اليوم باردة بالنسبة لطلبات إعانة البطالة قد تضغط بشكل أكبر، خاصة بأن الأسواق تعتقد بأن إمكانية دخول مرحلة الركود، مخاوف الركود باتت واردة. فأي رقم اقتصادي آخر قد يكون سلبي في أسواق العمل تحديدا قد يدفع الأسواق لمزيد من الانخفاضات في الفترة القادمة. لذلك أميل إلى أن إمكانية التداولات السلبية قد تكون واردة في الفترة القادمة بالنسبة لأسواق الأسهم، وعلى مرحلة التفاؤل الأكبر قد يكون هي تداولات عرضية مدفوعة بقراءات سلبية، خاصة بأن عندما يكون أرقام النمو الاقتصادي السلبية قد تتجه إلى تسعير ربحية سلبية في الفترة القادمة للمؤشرات الأمريكية، فبالتالي قد يكون الضغط السلبي معنويا وربحيا بالنسبة لأسواق الأسهم في الفترة القادمة. أحمد، يعني شفنا تغير كبير في تسعير الأسواق لمعدلات خفض الفائدة، يعني وصلت ل1%، والبعض يقول أنه سيكون هناك يعني اجتماع استثنائي للفيدرالي وخفض. هل تتوقع أن يقوم بالفعل الفيدرالي باجتماع استثنائي لو ظهرت بيانات اليوم يعني مخيبة للآمال؟ يمكن محمد في عدة أسباب تدفعني إلى أن أقول لا، لن يكون هناك اجتماع طوارئ. جاكسون هول في نهاية الشهر القادم قد يكون هو منبر بالنسبة للفيدرالي الأمريكي لتهدئة الأسواق لفظيا من ناحية، من ناحية أخرى شهر 11 عندنا اجتماعات الانتخابات الأمريكية، فبالتالي أي تدخل بالنسبة لجيروم باول أو الفيدرالي الأمريكي لتغيير أسعار الفائدة قد تعتقد أو تفهم سياسيا على أنها حملة انتخابية، فبالتالي قد يكون جيروم باول بحاجة أن يكون بعيد كل البعد عن تغيير أسعار الفائدة من ناحية الطوارئ. حتى لو كان تم اجتماع الطوارئ أعتقد قد تزيد الفوضى هنا محمد، لأنه اعتقاد الفيدرال الأمريكي أو توجيه الفيدرال الأمريكي بحالة طوارئ وتخفيض أسعار الفائدة يعني ذلك بأنه إذعان كامل بأن النمو الاقتصادي مخيف جداً. لن يستمر الفيدرالي الأمريكي بانتظار شهر فقط لتغيير أسعار الفائدة، فبالتالي سوف يعطي الأسواق مخاوف أكثر بأنه فعلا يرى النمو الاقتصادي قد يتجه إلى الركود، وحالة الهارد لاندينج قد تكون أو تطفو على الأسطح في الفترة القادمة. فبالتالي الفيدرالي الأمريكي على ما أعتقد قد يحتاج تهدئة الأسواق لفظيا أكثر من التدخل في الفترة القادمة. ميول لتخفيض أسعار الفائدة، نعم أميل إلى أن يكون شهر سبتمبر تخفيض أسعار الفائدة بحالة 25 نقطة أساس فقط محمد، لأنه تخفيض الفائدة بشكل أكبر يعني الفيدرالي الأمريكي قد يدفع التضخم لتسجيل ارتفاعات، والتضخم أيضا لم يصل إلى المستهدف، فبالتالي هي محاولة موازنة المخاطر بين النمو الاقتصادي وبين التضخم. لذلك أميل إلى 25 في سبتمبر و25 في ديسمبر إلا لو جاءت أرقام اقتصادية مفاجئة وتكون هناك بجعة سوداء في الأسواق. أحمد، باختصار لو سمحت، هل تتوقع أن يكون الذهب هو الأصل التحوطي خلال الفترة المقبلة، يعني في ظل يعني لو شهدنا موجة تراجع أخرى؟ يعني قد يكون الأفضل بين الملاذات الآمنة محمد، لكن هناك على ما أعتقد السندات قد يكون أفضل توجهات بالنسبة للذهب. الذهب لو نظرنا له التوترات الجيوسياسية هي داعم بشكل كبير، لكن عندما ننظر رقميا صناديق الاستثمار المتداول تسجل بعض التراجعات، البنوك المركزية باتت تقلل من عمليات الشراء خاصة الصين، فبالتالي على ما أعتقد الطلب على الذهب بات ينخفض بشكل تدريجي، فقد يكون هناك ضاغط عرضي لتداولات الذهب. أشكرك شكرا جزيلا أحمد عزام، محلل أول أسواق المال في إكويتي، كنت معنا.